يجي واحد يطلب منك حاجة، أخويا إذا ماكو زحمة أنا أحتاج فلان شيء وأنا ما عندي، واقعا ما عندي. فقلبي حسب تعبير يهتم قلبي له، يعني أعوفه وأنا متأذي، ما قدرت أقضي حاجته، ما قدرت، لم أستطع أن أقضي حاجته. يقول إن المؤمنة، الإمام الباقر إخواني، الإمام الباقر، إن المؤمن لترد عليه الحاجة، تجي حاجة فلا تكون عنده ما يقدر يقضيها، فيهتم بها قلبه، قلبه يصير مهموم، ليش؟ ما قدر يقضي الحاجة، فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. هذا الهم اللي أنت حملته الله يدخله بهذا الهم الجنة. فحتى نياتكم مفيدة، حتى اهتمامكم القلبي أيضا مفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين ماذا يكونوا نافعين لإخوانهم، قاضين لحوائجهم، والمتحركين في سبيل ماذا الضعفاء والمستضعفين. نعم.